باش نقترح عليك التحدي صحيح، هات نستمعوا المقطع من الغناء اللي باش نطلبوا منك باش تعاود. عامل لي ما كيفك حد، تعيب عمرك ما تتشد، جايب روحك طول وقد البنات عليك يدوحوا. وهذوكم الفارولات لمين النهدي في نعمل لك البخوخ والمنال عمارة. كده بتغنيها بلحن القصبة على راحتك. لا 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 مش لحنها كيما تحب. لا لا مش هنا، لا لا ولو اني انا راني البنية ذيك نحب ياسر ونحترمها برشا. فما برشا ناس ضدها وعلاش عملت هكا وعلاش تطار تقول عملت جريمة. كي جيهم اللبنان يقبلوها تهنى راهو، كي جيهم من تونس وقتها تولي فيها مشكلة. لا والبخوخ معناتها هذه كلمة تونسية تتقال، معناتها فما كلمات أخرين معناتها يمكن اللي ما يسموش تتقال وتقالوا، ولكن هي يضر لي معناتها اللي قاعد يضر فيه هي جمالها معناتها خاطر ما التوانسه ما تعرف احنا التوانسه ما نحبوش واحد شباب برشا، ما نحبوش واحد ناجح برشا، ما نحبوش واحد حتى كشوكه كما المرحوم شكري بالعيد الله يرحمه بالمناسبه. علاش معناتها العباد معناتها علاش قتلوه؟ ما قتلوش لانه هو سياسي برك ولا معارض برك، قتلوه على خاطر كشوكه في حلق معناتها كل واحد يدعي انه معناتها يحب يهز البلاد هذه في وادي. صعيب برشا من شكري بالعيد الله يرحمه باش تعدل من العماره برجله. صعيب برشا. هاي ما انا خليه من العماره الفرصه اخرى. ولو اني ما نحبذش الاغاني هذوما برشا ولكن نتفاعل معهم. هاي بالكافي كيفاش تعطي؟ ما يركبش على بعضهم. تو نغنيكم اغنية اخرى كافية وهذه عامل لي ما كيفك حد. هاني شنلانسي معك. عامل لي ما كيفك حد لبنان تاني هاني بقل شوفوا شوف البخوخو. والناس مو بدوا عملت لي البخوخ لي ما كيفك حد عمل لي ما اي لمين النادي في التحدي نجح ولا ليه علاش تقول لي مغاد عمل لي ما كيفك حد تعيب عمرك ما تتشد جايب روحك طول وقد البنات عليك يدوحوا الله يا مجنن كبير